زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وزيارتك لأبويك لربما نور لقبورهم. وقد ثبت في الحديث أن مؤمنا في الجنة رقي في درجها. تدري لماذا؟ سأل عملي ختم، لماذا هذا يا ربي هذا النعيم يتجدد؟ قال هذا باستغفار ابنك لك. الله أكبر. ذاك الذي لما ماتت أمه ومات أبوه صارت الحياة كلها برنامج بر. نعم، أعرف رجل من 7 سنوات يزور أمه ووالده في مقبرة واحدة كل أسبوع 3 أيام، يدعو لأهل المقبرة ثم يأتي بعد ذلك عند رأس أمه ويدعو لها ويسلم، وينتقل إلى قبر أبيه ويدعو ويسلم. والله إن في وجه ذاك الرجل نور، وإن فيه إخبات وفيه محبة. يقول أبناؤه والله النبوي صار بره لأمي وأبي بعد موتهم، كان حتى أن جعل حياته كلها لهم، مرتبة حياته، إذا ذكرناه بكى. لماذا؟ لأن بعضنا يا أخوان بدأ يتوب بعد رحيل أبواب الجنة.